أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، ويتجدد الحديث حول القصص النبوية التي حكاها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الليلة حديث قصير يرويه الصحابي الجليل جندب البجلي رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، أي جرح هذه القرحة، جرحها، يعني الذي يتصور أن يأخذ الإنسان هذه ليداوي نفسه، لكنه جرحها بالزيادة من أجل طلب الموت. فنكأها فلم يرقى، أي لم ينقطع الدم حتى مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. الحديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه كثير من المعاني التي نستلهمها. أول معنى أن انتزاعه للسهم ما كان من أجل المداواة، وإنما من أجل أن يقتل نفسه ويقضي على حياته بأسرع ما يكون. الفائدة الثانية أن الجنة حرام على من قتل نفسه عمدا، على من قتل نفسه عمدا طالما أنه استحل هذا الأمر، يعني اعتبره حلالا. وفي مسألة تحريم الجنة على قاتل النفس، كما قلت، إما أن يكون عن طريق الاستحلال، يعني يعتقد أنه من حقه أن يحل لنفسه هدر دمه، فإذا كان الأمر بهذا الأمر فدخول الجنة عليه حرام. وبالتالي كيف يوفق الإنسان بين هذا الأمر وبين إيمانه؟ قد يكون هذا مؤمن وقد يشفع له عند الله عز وجل من قبل العباد الموحدين، كما جاء في الحديث الآخر: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، حتى يقول في الحديث: فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. فكيف الموافقة بين هذا الأمر؟ أن من قتل نفسه وهو معتقد حلية هذا الأمر فإنه يدخل جهنم، إلا أن من قتل نفسه بدون هذا الاعتقاد القلبي الضمني فإنه يرجى عند ذلك له الشفاعة. فائدة أخرى أيها الإخوة الكرام، وجدنا هذا الحديث يعظم مسألة قتل النفس، فكيف بقتل الآخرين؟ كيف بقتل الآخرين؟ ولهذا أقول لإخواني الذين يقودون سياراتهم ويسرعون فيها، أقول: اتقوا الله عز وجل. هناك مسافات محددة لقيادة السيارات، لا تزهقوا أنفسكم بأيديكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم فتزهق روحكم وتزهق أرواح أبرياء آخرين. اتقوا الله عز وجل، التزموا بسرعة محددة حتى لا تقعوا في شراك هذا الأمر، فإن النفس ملك الله سبحانه وتعالى، ومن تعدى عليها تعدى على حد من حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكل الأمور التي تفضي بالإنسان إلى الموت أو القتل المتعمد هي حرام، كما صح ذلك عند كثير من العلماء. الفائدة الأخيرة التي نستفيدها أن هذا الإنسان الرجل الذي خرجت به الجرحة لم يتحل بخلق الصبر، بل كان متضجرا متبرما مستعجلا القضية والقضاء على نفسه بالموت. فالإنسان الذي يبتلى بكثير من هذه الأمور لا بد أن يصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف، من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. فعلى كل إنسان إذا ما ابتلي ببلية أن يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب الدعاء.